الخاتم يكشف حبيبها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو معلنا ولين محمد اللي تفاعلوا امبارح بمجموعة من الاستوريات. كمان لنا سألت اسلام افرو امتى راح يتزوج، واسلام رد عليها انه راح يتزوج بعد سنة او سنتين. هاي مصطفى بلاك بلاك استغل يوم صلح لي سيارتي طبعا، فاخذت مشوار فيها وكافأ له. ايش كمان لما استضافت مؤخرا رغدة كيم جيان في برنامجها الرمضاني، ولما طرحت سؤال على رغدة هل هي في علاقة حاليا، وردت رغدة انه ما في شيء رسمي حاليا، ولمحت لما على خاتم رغدة كيم جيان. وكمان الجمهور بيتوقع انه الخاتم اللي عم ترتديه دائما رغدة كيم جيان هو من حبيبها. هاي بتكون بالعيد راحة نوغا هاي نوغا مو نوغا والله نوغا هاي نوغا يمكن بس والله نوغا بس هاي التركية هاي نوغا.